ماذا أبقى الإعلام الحكومي للإعلام الفئوي والمتحيز؟ سؤال يجول في سماء اليمن منذ أن أمسك محسوب على تنظيم الإصلاح بحقيبة الإعلام في حكومة الوفاق، إذ أن إعلام الشعب أسقط قضايا الشعب وتفرغ لضرب جدار التوافق، تارة باستهداف طرف التسوية وأخرى بتوصيف الأحداث الأخيرة خلافا للمبادرة والآلية. هل يعني ذلك أن الشباب حققوا ولو جزءا يسيرا من أهداف ثورتهم؟ حققوا ولا زالت الثورة مستمرة. أنا لا أقول أنه في ثورة ولا توجد هناك ثورة بعد ثورة 26 سبتمبر 14 أكتوبر. أنا أقول إصلاح الشباب أهلا وسهلا على عيني ورأس الشباب، يجوا يصلحونا يجوا يغيروا مني، أنا موافق على هذا الكلام، لكن نقول ثورة، ثورة مع مفاهيم عظيمة، ليست ثورة من أجل خلاص تدعي أنه معه ثورة ولا بيقوم بثورة، الثورة لها مكانة لها عظمتها. إعلام الدولة وبدلا من استهلاك خطاب موازي لعملية التوافق يقدم خطابا مأزوما ويسوق توصيفات مضللة، خصوصا للأحداث التي شهدتها البلاد مطلع 2011، فمفردة ثورة لم ترد مطلقا في نص المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة أو في قراري مجلس الأمن الدولي وبياناته بشأن اليمن، لكن الإعلام الرسمي يصر على أنها ثورة. ليس المهم هو التوقيع، ولكن المهم هي حسن النوايا، حسن النوايا والبدء بعمل جاد ومخلص لشراكة حقيقية في إعادة بناء ما خلفته الأزمة. أننا في دول مجلس التعاون راهنا منذ البداية ولا نزال على قدرة الشعب اليماني العزيز وحكمته في تغليب لغة العقل والتمسك بالحل السياسي السلمي للخروج من الأزمة حفاظا على مصالح اليمن وشعبه الكريم. الإعلام الحكومي أدار ظهره للمواطن وانصرف لخوض معارك عبثية بالإنابة عن مطابخ حزبية، فهذه فضائية اليمن لم تكتفي بتغييب الطرف الرئيسي في التسوية السياسية من التغطيات الصحفية، بل تجاوزت ذلك إلى توجيه حملات شرسة ضد قياداته، إضافة إلى تبني سياسات إعلامية لا تحترم الرأي الآخر بل لا تقبل به مطلقا. أننا نرسي قواعد جديدة للتبادل السلمي للسلطة في اليمن، لأن الأمن والاستقرار هو أساس التنمية، وأن الأزمة التي مرت ولا زالت إلى اليوم هي أزمة معقدة وصعبة، وهي بحاجة إلى تعاون كل الشرفاء في اليمن. وزير الإعلام الذي تسلل إلى كرسي الوزارة من بوابة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لم يجد في قاموس التسوية السياسية وأخلاقية السلطة الرابعة على حد سواء ما يمنع تحويل المؤسسات الإعلامية العامة إلى منابر دعائية تدور في فلك التيار الحزبي الذي ينتمي إليه. ليبقى السؤال نفسه، متى ستنتهي مهزلة تسمى إعلاما رسميا؟